رمضان كريم وحلقة جديدة ومن أول الطريق. من أول الطريق النهاردة لشارع من الشوارع المهمة جدا، شارع شامبليون. الشارع ده يعتبر من الشوارع المهمة والمشهورة جدا، بيبدأ من ميدان التحرير وبينتهي تحديدا خلف مبنى دار القضاء العالي. قصة الشارع ده تسمت على اسم مين؟ هو جون فرانسوا شامبليون. الراجل ده حب العلم المصريات، بدأ وهو عنده 17 سنة، قدم بحث عن الأصل القبطي لأسماء الأماكن المصرية في أعمال المؤلفين اليونانيين. كان أول أمين للمجموعة المصرية في متحف اللوفر، واشتغل في وظائف كتير، وكان مهتم جدا بالأثار المصرية، ووضع شامبليون معجما في اللغة القبطية. في الوقت اللي اكتشفوا فيه حجر رشيد على يد الفرنسيين أثناء الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت، تم الاستعانة بشامبليون لمعرفته الكبيرة بعلم المصريات، وعنده خبرة كبيرة جدا، وقدر أن يفك رموز حجر رشيد، وشاف الكلام اللي مكتوب عليه وبدأ يطلع اللغات اللي كانت مكتوبة. كانت مكتوبة باللغة المصرية القديمة الهيروغليفية. تم تسمية شارع شامبليون عام 1923. والشارع ده زي ما قلت لحضراتكم فيه حاجات كتير مختلفة. في قصر شهير اسمه قصر شامبليون أو قصر الأمير سعيد باشا حليم. اللي قام بتصميم القصر ده كان مهندس إيطالي، وكان على مساحة 445 متر تقريبا، وقعد يشتغل في القصر ده فترة طويلة. وفي أماكن كتير في القصر ده اتعملت بشكل احترافي جدا. في الفترة دي المعمار كله كان بيتكلم على الأجزاء اللي موجودة في القصر ده، خصوصا أن الراجل الإيطالي اللي صمم القصر ده بذل مجهود كبير جدا، عشان كده فضل القصر ده يلفت أنظار كل المهتمين بالمعمار في العالم كله. القصر ده ليه قصة ترجع لسنة 1895، لما قرر الأمير سعيد باشا حليم أنه يبنيه كقصر هدية لزوجته. وفي حكاية بتقول أن بعد ما المهندس الإيطالي اللي بذل مجهود كبير جدا في التحفة المعمارية دي، رفضت زوجة الأمير سعيد باشا حليم أنها تاخد القصر ده وتعيش فيه، وقالت له أنا مش حابة القصر ده تماما. كانت بالنسبة للمهندس الإيطالي صدمة كبيرة جدا. اتحول القصر ده عام 1916 لمدرسة الناصرية الإعدادية بنين، وعرف القصر ده كمدرسة رائدة في تعليم أبناء الطبقة الأرستقراطية. في سنة 2000 أصدرت وزارة الثقافة قرار بضم القصر ليها، وكان عندهم فكر أنهم يحولوه إلى متحف بما أنها تحفة معمارية كبيرة جدا، لكن للأسف ما قدروش يعملوا محاولات الترميم، وفضل القصر مهجور لحد دلوقتي، وتعتبر من أشهر المعالم اللي موجودة في شارع شامبليون. خلصت حلقة النهاردة، استنونا في حلقة جديدة بكرة وفي نفس الميعاد، ومن أول الطريق، ورمضان كريم.